ما بنت صغيرة كانت عندها فانيلا كبير بس على قدها، كانت تحبها كثير. ليش؟ مش معروف. في يوم حزين ومليان دموع شيماء صارت كبيرة على الفانيلا، واضطرت تشلحها وتعطيها لأختها. أختها شيماء كانت تحب الرسم كثير وبتسبح بالألوان، لحد ما أمها تقول شو هالتعتير. صار الوقت لنفكر بحل بديل بعد ما صار ما في مجال للتعديل. قررت أم شيماء تعملها ممسحة، حاشاكم. ما تفكروا إنه العمر الافتراضي تبعها انتهى، لأنه أخو شيماء عنده خطط عبقرية نستعملها في تطعيم الشجرة البيتية. والله طلع منك كثير يا هالفانيلا وإحنا مش دارين. فانيلتي أين تذهبين؟